مهرجان السينما الأوروبي 24 برعاية معالي وزير الثقافة سينما متروبوليس أمبير صوفيل لأشرفية بيروت من 24 كانون الثاني ل 4 شباط. صيدا نبطية سور جوني دير القمر زحلة بعلبك طرابلس. زوروا موقعنا. إذن هيدي الدورة 24 لمهرجان الفيلم الأوروبي. الأوروبي. أهلا وسهلا فيك بشرى شاهين المسؤولة الإعلامية لبعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان. يعني مع إنه صارت الدورة 24 بس بعدنا تحت الهواء عم نحكي قد إيه بتتعبوا وبتتعذبوا وبتغير كل شيء على آخر دقيقة. أكيد. مع إنه سنة الجاي بتحتفلوا بال 25 يعني بلشت تدقوا باليوبيلات. إن شاء الله بلشنا ندق باليوبيلات صحيح 25 مضبوط. بعد في صعوبة بالتحضير. بضل في صعوبة بالتحضير أكيد لأنه نحن يعني الأفلام ما منجيبها دغري. يمكن لو عنا نحن مدير فني ونحن مهرجان تجاري مش أنه نحن بعثة اتحاد أوروبي يعني نحن بدنا تيجي كسفارة مفروض نتعامل مع سفارات دولنا سفارات دولنا تأمن الأفلام أكيد نحن ندعمها منساعدها نعطيهم نصيحة أي فيلم في مجال يجيبه بس بالنتيجة عم نشتغل معهم وناطرين أحيان هن بيصير في عندهم تأخير وكله بيلحق التأخير بيلحق بعضه بس بنضل نلحق ونعمل خلص المهم في مهرجان أكيد. والمميز بهالمهرجان انه هو لا مركزي هو مش بس العروض رح بتكون محصوره بسينما متروبوليس بالاشرفيه مثل ما شفنا من تريلر ومثل كل سنه بتجولوا على المناطق أكيد. اللبنانيه كمان تاكبر شريحه من الناس تتابع الافلام تمام والحلو هالسنه انه عم توجهوا تحيه لشخصين كبار من السينما الممثله الفرنسيه جان مورو والمخرج اللبناني جان شمعون يلي اخترته كمان تعرضوا فيلم طيف المدينة هيك تحية لإله ولروحه ولأعماله كلها بشرى أكيد تحية له تحية لكل أعماله ولهالفيلم بالذات يلي هو عمله سنة 2000 يلي كان أخذ دعم مادي من الاتحاد الأوروبي تقدر كمله بقى نحن كمان هيدا رمز بالنسبة إلنا يعني إنه هيدا الفيلم نحن دعمناه تا قطع من هيك وقع الاختيار عليه مشان هيك وقع الاختيار عليه من ضمن أفلامه إيه أكيد طيب خلينا نشوف مشاهد شوي من طيف المدينة رح نعمل جولة شوي على أهم السفرات يلي مشاركة والأفلام يلي بتمثلها بس البداية اخترته تكون مع فيلم مونكي خبرينا عنه شوي دايما فيلم الافتتاح بيكون مش هيك عبثيا يعني اخترته مش عبثيا بس فيلم الافتتاح دايما بيكون من الدولة يلي بتترأس الاتحاد الأوروبي حاليا نحن وقت بلشنا كان المهرجان صغير كان عدد أفلام صغيرة وكانوا بس الدول الكبيرة تشارك وكانوا فيلمك منحطه أخذنا القرار أنه وقت اللي كبرنا وصار في كتير دول أنه منفتتح بالدولة يلي بتترأس الاتحاد الأوروبي لست شهور والسنة الماضية مثلا كانت إيطاليا السنة بلغاريا هلا اخذنا هالفيلم بس مش معناتها اخذناه بس لانه بتترأس بلغاريا الاتحاد الاوروبي الفيلم كتير منيح قصة بنتين صبايا بالمراهقة وفجأة صار عندهم شيء بحياتهم خليهم يكبروا بشكل طبيعي يعني بشكل غريب ويشوفوا مشاكل الحياة يعني مشاكل الحياة خلتهم هيك يصيروا مير شوي ويصيروا هيك حتى يقصوا ببعض امور بعض نواحي لا انا حضرته الفيلم يعني شوف هيدا فيلم الافتتاح اليوم العرض رح بيكون اليوم بس دعوات خاصة بس ابتداء من بكرة كل الأشخاص اللي حابين يتابعوا الأفلام بياخدوا تيكت على الجيشي صح؟ وفي باس للفستيفال بشرة كمان لا ما في باس للفستيفال بيجي واحد بياخد بطاقة أو بفوت الصحفية أكيد مفتوحة لهم هلأ فيلم الافتتاح رح ينعرض مرة تانية دايما نحن في الافتتاح نرجع نعرضه مرة تانية للي مش معزومين يقدروا يحضروا أوكي عم نشوف هلأ مشاهد بس تنشوف من أي فيلم المشاهد هلا ما عدد كم فيلم تحديدا بشرى فيه؟ عندنا 29 من دول الاتحاد الاوروبي وعندنا واحد من سويسرا وواحد من صربيا صاروا 31 والتكريم فيلمين صوتكم شاب سبتمبر في سان شاب فوق تاتي نانمي قلت له اقول لك انت شو ترى؟ بس تيسين مقالة وش تيسين مثلا؟ ليش تتابعني؟ قطعت جاي وبقالة استعمل ما يترون بنتورس بدو ميكا يبندو كوبي لوتو
اوكي فيلم اسباني هيئته هيدا من خلال اوكي بشرى كم فيلم رح بيكون مشارك بالمهرجان؟ 35 او 36 لان في 29 من الاتحاد الاوروبي وسويسرا وصربيا 31 والتكريم 2 صرنا 33 والسيني كونسير 34 وفيلم الاختتام اللبناني فيلم لوسيان بورجيلي غدا العيد صاروا 35 هودي 35 افلام طويله يعني ما عدا الافلام القصيره اللي هن 12 سيني كونسير مع مين؟ سيني كونسير هو للمخرج الفرنساوي جورج ملياس يعني هيدا من سنة 1980 أو 90 لل 1930 بس هو ابتكر تقنيات كيف أنت بتعملي فيلم طويل بس نحن هلأ عارضين له خمس أفلام قصيرة أوكي. طويلة من سنة 1899 لسنة 1907 رح يرافق هو أكيد أفلام صامتة رح يرافق العزف ثلاث موسيقيين مؤلفين موسيقيين وعازفين لبنانية وحدا من العراق وموسيقية من ألمانيا يعني في شريف صحناوي وعبد الليسي وطوني علية من لبنان أوكي. الأفلام في منها مشارك أو مرشح للأوسكار؟ أكيد في كتير أفلام مرشحة للأوسكار في عندك فيلم The Square يلي هو أخذ البالم دور الصعفة الذهبية السنة بال2017 يعني هذا فيلم السويدي فيلم كتير مهم يعني احنا كنا حابين يمكن نفتتح فيه لو كانت السويد بترقص للتحدي بس هو الفيلم طويل ساعتين ونص يعني احيانا ما بتحسي انه يمكن فيلم افتتاح لازم يكون طويل كثير طويل عم نشوف مشاهد منه خلينا نشوف شوي هلا انت قبل زميلتنا مريم الحاج حكينا عنه بخلال الفقرة اللي هي الثقافية اللي بتحكي عنها فيلم جان مورو اللي هو أسانسور بولي شافو يلي كمان رح ينعرض عرض واحد عرض واحد التكريم عرض واحد ايه. أوكي. هذا فيلم قديم لا أكيد إخراج الويمال من سنة 57 وحبينا نكرمها لأنه هي هو يمكن صنع نجومية جان مورو هذا الفيلم بالتحديد خلينا شوي نحكي عن جولة الأفلام بالمناطق منبدي بواحد شباط بصيدا وبعدين نروح على النبطية جوني وصور تقريبا بنفس الوقت بعدين دير القمر وبعلبك وزحلة واخر شيء بطرابلس ب 22 شباط يعني موسعين 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 ثمان مدن وفي برنامج اكيد يعني قسم من الافلام وفي كثير برامج هنيك افلام للاطفال وللشباب بالتعاون مع مؤسسات يعني مع مؤسسات مش نفس البرنامج رح يبرم بالمناطق كمان صح؟ مش نفس البرنامج بنوعه لا هلا الافلام من البرنامج اكيد بس انه افلام عددها اقل بالمعاهد الفرنسيه يلي بهالمناطق او كمان في مش بتعاون مع المعهد الفرنساوي بس مثلا لا محلات العرض لا في تعاون مثلا بسور عندك المدرسه الرسميه حبوا يتعاونوا معنا ببعلبك عندك البلديه حبت تعطينا سال هلا في صالات تجاريه كمان بزحله او بصيدا او بطرابلس مثلا طرابلس كمان مع مركز صفدي يعني هن قدموا انه حبوا انه يعطونا صالات مجانا نعرض نحن فيها وهن اكيد عندهم جمهورهم يعني يعني حلو مهرجان السينما الاوروبيه عن جد سنه بعد سنه عم بيكبر عم بينتشر وعنده صار جمهور كبير بلبنان وصار موعد سنوي بسينما متروبوليس طيب في ضيوف للمهرجان بشرى ليك ضيوف هلا بعد ما حدا اكد تمام في اكيد صار في اتصالات مع ضيوف ان شاء الله انه يجوا لانه حسب مواعيدهم وحسب برامجهم اوكي بشرى شاهين المسؤوله الاعلاميه لبعثة الاتحاد الاوروبي بلبنان نحن بنتمنى لكم التوفيق بالدوره ال24 للمهرجان وان شاء الله هيك سنه بعد سنه يوسع اكثر ويصير يشمل المناطق كمان اكثر مثل ما عم بيعمل كل سنه اهلا وسهلا فيكي بنشكر حضورك معنا اهلا فيكي بشرى نحن رح نتابع حلقتنا جمعيه رودز فور لايف هي جمعيه اسست من بعد معاناه ام فقدت ابنها نتيجه القياده المتهوره على الطرقات اللبنانيه ضمن هالاطار وبهدف جمع التبرعات للمصابين وتنظيم دورات تدريبيه اسعافيه اقيم عشاء خيري باوتيل فينيسيا بحضور عدد كبير من المهتمين والوجوه السياسية الفنية والإعلامية تقرير من
من 7 سنوات حملت حزنها وآلامها وحولتهم إلى أمل. حملت قلبها المدمر جراء الحادث الأليم اللي أصابت ابنها طلال هو وراجع من المدرسة، ففقد الحياة من وراء همجية السائقين وغياب قوانين السير. فحملت زينة قاسم جرحى العميق وأسست جمعية روتس فور لايف لتعنى بتقديم الإسعافات الأولية لضحايا حوادث السير يلي من الممكن أنه يتم إنقاذهم إن تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة والتدريبات الصحيحة. لذلك عقدت جمعية روتس فور لايف عشاء السنوي مرة جديدة وسنة جديدة لتتمكن من متابعة عملها الشجاع واللي بغاية الأهمية. صرنا مدربين لليوم 1290 ملاك إنقاذ سامية من 590 صليب أحمر لبناني، وحاول زيت الرقم من الحكمة طوارئ من أكثر من 100 مستشفى بلبنان و280 مسعف ومسعفة جاهزين ليكونوا قرب هالناس وين ما كان. من طبيب طوارئ لممرض وممرضة ومسعف ومسعفة صاروا مدربين على أرقى وأفضل البرامج الإنقاذية بالولايات المتحدة. التطلعات والطموحات هي أنه نقدر نعطي هالتدريبات للجيش اللبناني، لقوى الأمن الداخلي، للدفاع المدني، للجامعات والمدارس وكل المؤسسات المعنية بالإنقاذ. في ناس الدنيا بتقسى عليهم بيهربوا بيعيشوا مأساتهم، وفي ناس بيعيشوا مأساتهم بس بيجربوا أن يفيدوا غيرهم. هيك عملوا زينة وعامر والعائلة وأصدقائهم كمان. ورودز فور لايف ما جت تقول أنا بدي أكون جمعية أخرى تنضم لجمعيات السلامة المرورية، قال بدي أكون جمعية ما بتاخد من درب الآخرين بتزيد شيء. هيدي جمعية كتير كتير برهنت على جدا أنه قدرت توصل للبرنامج اللي هي حطته، وقدرت تنقذ كتير حياة أطفال، وقدر كمان كذا قطاع بالدولة يتعاون معه، فاجت النتائج كمان افضل. هذا اقل شيء فينا نعمله مع هالنوع من الجمعيات، جمعية روتس فور لايف. الله يقويها للست زينة ولا مجلس الإدارة اللي معها على هالنشاط القيم اللي عم بيقوموا فيه، يعني بنشاطهم يمكن عم بيربحوا ناس كتير. بتأسف انه روتس فور لايف خلقت من وراء الحادثة المؤلمة، بس قديش رائع الشغل اللي عم بيعملوه من وقتها. والله ياخد بيدهم، واجباتنا كلنا نساعد هيك مؤسسات عم بتقوم بالواجب بالغياب هالايام عن بركي السلطات. سياسيين، فعاليات من المجتمع المدني، سفراء وفنانين، بالإضافة لكل شخص معنى بأهمية قضية روتس فور لايف لبدعوة زينة قاسم، فحضروا إلى الفينيسيا وشاركوا إنجازات روتس فور لايف. فلغاية اليوم تم تدريب أكثر من 1200 عنصر إنقاذ من أطباء ممرضات أو بالصليب الأحمر على كيفية التعامل ومعالجة اللحظة الأولى من بعد الحادثة، بالإضافة لتجهيز سيارات الإسعاف بالمعدات اللازمة لعله بتخف حوادث السير على الطرقات. وبتهتم الدولة اللبنانية بفرض قانون سير بعاقب كل المخالفات. ويلي عم بيعملوه حقيقة مميز، لأن ما بقدر أقول لك قديه صاروا مخلصين كم شخص، صاروا مخلصينه من الموت. هن الهدف تبعهم التروما، لما بتكون إصابة كتير كبيرة اكسيدان سيارة أو شيء، هن جابوا بروجرام وبيدعموا كل الأشخاص يلي بيهتموا ليعالجوا التروما. حضرنا أنا وعبير لحنت لها أغنية لا رودز فور لايف، هلا حنشوفها بالكونسرت مع كليب بالعشاء مع كليب ومع توزيع ومسجلة مع أوركسترا فيلارمونيك قطر فيلارمونيك أوركسترا. بحلم ضميرك يحترم حاله ويطبق القانون عحاله، بحلم طريق الموت ما يربح الجولي وأعلى يصير الصوت تتسمع الدولي. نحن
موجودين اليوم بروز فور لايف تندعم زينة مشان الجمعية الحلوة اللي عملتها لتقدر تساعدنا تساعد هالناس اللي عم ينخبصون لأنه الطرقات بدهن عنا مشاكل كتير بطرقات بلبنان. Je soutiens et l'organisation et la personne qui est à la tête de cette organisation, Zaina, qui est une amie, parce que la question de la sécurité routière, c'est vraiment essentiel. Il y a beaucoup trop de morts au Liban. عملت امباكت بالمجتمع وعملت كثير قصص شفنا حتى مع الجيش اللبناني اتسترا سو ما فينا ما ندعم هيك جمعيه وان شاء الله دائما الناس تكون حد هالجمعيات لانه عن جد بتشوف انه اليوم كل شيء بيتحرك من وراء المجتمع المدني والجمعيات ولازم نكون حدهم دائما سو نحن هون